أخبار اليوم. Aquí en este país no se ha recibido tan bien, ¿no? Tampoco es tan alarmante como lo que se publica afuera, ¿no? Tenga la seguridad que escribiremos sobre eso. بالطبع حضرتك انهم هيكونوا مش بس مش كروا انهم موجودين لكن هم هينقلوا كل الامن والامان اللي شافوه لان فعلا اللي بيتكتب عن مصر بره مش حقيقي وهم شافوا حاجات لا يمكن كانوا يتخيلوها انها موجوده وان هم لان انا حقيقه ركزت جامد في موضوع الامن في الفتره الاخيره والنهارده حتى لما وديت المستشفى زي ما قلت لهم انا عايز اقول لهم عشان ما حدش ينقل لكم يعني الناس كنت تشوفوا عشان تشوفوا تاني هو يعني بيتكلم بهذا المنطق يعني بيشكره على الشعور ده وعايز انا نفسي ان هو ينقل اللي شافه يعني. Y se agradece muchísimo y solo lo que él espera es que efectivamente transmitimos solo lo que hemos visto, ni más ni menos, simplemente la realidad. وبتمنى اي حد شاف حاجه مش موجوده ان هو ده العين الغريبه اللي هي مصر. Incluso le gustaría, si tenemos alguna, digamos, crítica constructiva, porque siempre tus ojos pueden ver algo que yo no veo, que estoy aquí. Por lo tanto, si hay algo, somos todos unidos para recibir las sugerencias e incluso empezar a...